من واشنطن ينضم إلينا مسعود معلوف الخبير بالشأن الأمريكي والدبلوماسي السابق. سيد معلوف، أهلا وسهلا بك. من أي منظور ترى الولايات المتحدة بأن حركة حماس والمقاومة غيرت من مطالبها، بينما حماس ما فتئت تؤكد على مطالبها الرئيسية وهي وقف إطلاق النار، عودة جميع النازحين، انسحاب قوات الاحتلال، وتكثيف الإغاثة، وأيضا البدء في الإعمار؟ أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. واضح جدا أنه منذ البداية إسرائيل هي التي لا تريد وقف إطلاق النار، هي لا تريد الوصول إلى هدنة مع حماس. وقد قلت مرات عديدة أن إسرائيل ستقدم شروطا تعجيزية لا يمكن بشكل من الأشكال أن تقبل بها حماس، وتقول بعد ذلك أننا حاولنا جهدنا ونريد نحن الهدنة ولكن حماس هي المسؤولة. والآن الإدارة الأمريكية وزير الخارجية بالذات يكيل اللوم على حماس بدون أي وقائع على الأرض. أذكر جيدا أنا منذ البداية تبعت هذا الموضوع مع قناتكم ومع قنوات عربية أخرى. مطالب حماس هي نفسها منذ البداية، لم تتغير قيد أنملة، ولكن طبعا الإدارة الأمريكية التي رأينا كيف أنها تساير إسرائيل بكل الأمور تود أن تضع اللوم على حركة حماس من أجل إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها في ذلك. الأمور الآن مجمدة، الإدارة الأمريكية وإسرائيل يضعان الحق على حماس أنها لا تقبل، وطبعا لا يمكن أن تقبل لأن إسرائيل لم توافق على أي من مطالب حماس، وإسرائيل تطالب من حماس أمورا لا يمكن لحماس أن تقبل بها. هذا ما أراه أنا في هذا الموضوع. طيب، الخارجية الأمريكية تلقي بالكرة في ملعب حماس، ولكن المتابع لزخم الشارع الإسرائيلي يرى بأن المتظاهرين الإسرائيليين يقولون صراحة بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء هو العقبة أمام التوصل إلى صفقة. كيف ترى هذه المفارقة برأيك؟ يعني ما يقوله الشارع الإسرائيلي هو ما تقوله حماس أيضا، أي أن المسؤولية تقع على إسرائيل، على نتنياهو بالذات، هو الذي لا يهمه أن تنتهي الحرب، لأن نهاية الحرب القبول بمطالب حماس الانسحاب وإعادة الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية بدون محاكمة وإنهاء وضع الحرب، هذا أمر يعني انتهاء حياة نتنياهو السياسية، وربما أسوأ من ذلك بكثير، قد يكون ذلك سيؤدي إلى ذهابه إلى السجن لأمور معروفة هو قيد المحاكمة. لذلك هو يريد إطالة أمد الحرب، بينما أهالي الرهائن الموجودين لدى حماس في قطاع غزة يودون استرجاع وتحرير أنسبائهم من هنالك، وأن يرون أن نتنياهو هو العقبة في هذه الطريق. ليس فقط أنسباء الرهائن يقولون ذلك، زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي هو يهودي ويمثل ولاية نيويورك التي فيها 20% من يهود أمريكا وهو مؤيد بصورة مطلقة لإسرائيل، قال أن نتنياهو هو عقبة في طريق السلام أكثر من قضية الرهائن، هو عقبة في طريق السلام. كذلك بيرني ساندرز اليهودي أيضا عضو مجلس الشيوخ قال أن نتنياهو يقوم بعملية إبادة جماعية في فلسطين، أي أن هنالك أمور كثيرة، كثير من الناس المؤيدين لإسرائيل وكثير من الإسرائيليين أيضا يقولون أن نتنياهو هو العقبة الكبرى في هذا الموضوع. نعم، ليس هذا فحسب، حتى أن أنتوني بلينكن تحدث عن جهود أمريكية للتحقق من مزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة. أيضا الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عبرت عن قلقها من ارتفاع أعداد الشهداء الذين قضوا ولا زالوا في هذه العمليات العسكرية، لكن في المقابل هنالك من يطرح الكثير من الأسئلة. يعني ما الذي يجمد
أو يعرقل تحركا أمريكيا جادا إزاء هذا؟ أولا بالنسبة إلى ما قاله بلينكن عن إجراء تحقيق بالنسبة إلى خروقات لحقوق الإنسان، هذا هنالك كان مطالبة سواء من مجلس الشيوخ أو من بعض الجمعيات الأمريكية. هنالك قانون في الولايات المتحدة، قانون صادر عام 1997 اسمه قانون ليهي، يقول أن الولايات المتحدة فعليها أن تتوقف من إعطاء مساعدات عسكرية وأي تعاون عسكري مع أي وحدات أمنية أو عسكرية أو أي شرطة تقوم بخرق حقوق الإنسان. وقد تبين، حصلت تقارير من داخل إسرائيل عن طريق ربما السفارة الأمريكية أو لجنة مختصة بهذا الموضوع، اتهمت إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي، والآن هذا الموضوع موضوع يدرس لفرض عقوبات على هذه الوحدة. لذلك بلينكن يحاول المماطلة في هذا الموضوع، ويقول أن المقدس علينا أن نأخذ وقتنا لندرس ذلك. هنالك تواطؤ كبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل. عندما نسمع الرئيس بايدن بنفسه يطالب بحماية المدنيين، فتح المعابر وإدخال المواد الغذائية و الأدوية وغير ذلك، وإقامة الدولتين من جهة، هذا يقول ذلك، ومن جهة ثانية في الوقت نفسه يرسل الأسلحة إلى إسرائيل ويعط ويسحب الولايات المتحدة من الأونروا التي هي المؤسسة المنظمة الوحيدة التي تستطيع توزيع الأغذية وغير ذلك. يعني هنالك تناقضات لا يمكن فهمها إلا إذا وضعت في إطار أن الرئيس بايدن وإدارته يودون أن يكونوا على أحسن علاقات مع إسرائيل بسبب الآن الانتخابات التي ستجري بعد 6 أشهر وبضعة أيام، واللوبي الإسرائيلي هنا هو سيساعدهم، يأملون أن يساعدهم اللوبي ولا يحاربهم. لذلك نرى هذه المواقف المؤيدة تأييدا تاما مطلقا لا محدودة لإسرائيل.